أهلا بحضراتكم من جديد. لا شك أن القطن المصري أفضل وأحسن أنواع القطن على مستوى العالم، وأن مصر ملكة إنتاج القطن المتميز طويل التيلة. عارفين حضراتكم أن مصر كانت زمان بتنتج نصف إنتاج العالم من القطن طويل التيلة. القطن كان زمان بيعتمد عليه الفلاح في كل حاجة، كان بيجوز بيه ولاده، كان بيشتري بيه المواشي بتاعته، وكان بيعتمد عليه كمصروف أساسي طوال السنة. أنا مع حضراتكم إن الوضع اختلف دلوقتي عن زمان، أسباب كتيرة جدا إزاي نتلاشاها، إزاي نعيد الثقة في القطن المصري مرة تانية، إزاي ننهض بمحصول القطن المصري اللي تميز وتنفرد به مصر عن دول العالم. ده محور نقاشنا النهاردة مع الدكتورة أمل صابر محمد، مدير معهد بحوث القطن. دكتورة أمل سلام عليكم وبرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. الذهب الأبيض موضوع مهم جدا، يمكن حضرتك تتفق معي انه ما عادش زي الاول. موضوع مهم، انا هحاول استفيد في الحوار مع حضرتك ونستفيد اكثر من ازاي نعيد الثقه تاني في القطن المصري، لكن انا هطلع التقرير ونرجع نستفيد في الحوار اكثر. مشاهدينا نشوف التقرير ونكمل مع حضرتك. القطن المصري ليس مجرد محصول، ولكنه تاريخ وحياة وواقع فعلي ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، حيث عاشت مصر زمنا ليس بقليل على بيع محصولها القطني إلى دول أوروبا. وقد ساهم القطن المصري بصورة أو بأخرى في رسم الخريطة السكانية ونشأة العديد من المدن المصرية والتوزيع الجغرافي للسكان في مصر. ولذلك نجد أن القطن بالنسبة لمصر يمثل واقعا وحاضرا، وما زال يمثل المستقبل ويحتل مراكز الصدارة في اقتصاد مصر الزراعي والصناعي، لما له من دور هام في إنشاء وتخطيط المناطق الصناعية الحديثة في مصر. والقطن المصري منافس قوي يفوق الأقطان العالمية في الجودة، لما يتميز بصفات جودة طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية المثيلة له في فئة الطول، وذلك نتيجة لجهد جميع القطاعات القائمة عليه من قطاعات بحثية وزراعية وإنتاجية، وكذلك القطاعات التسويقية والتصنيعية. والآن نحن أمام جريمة كبرى تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤوليتها أمام انهيار زراعة القطن في مصر. إن الفلاح المصري لم يعد راغبا فيه، بل أنه نسي أيامه ولياليه أمام الأزمات والمشكلات وارتفاع تكاليف الزراعة والمصانع التي تم بيعها والأسواق الخارجية التي نسيت اسما عريقا كان يسمى القطن المصري. كانت المنسوجات القطنية التي تحمل اسم القطن المصري من أغلى وأجمل المنسوجات في العالم. لقد توقف الإنتاج وتوقفت الصناعة، وأيضا تراجع حجم الصادرات، فما هو الحل؟ خلونا نتفائل شوية، خلونا نقول إن ما يبذل الآن من مجهودات لإعادة القطن المصري لمكانته كما كان من قبل في الفترة اللي جاية إن شاء الله سوف تشهد إن شاء الله طفرة. يمكن ضيفت النهاردة الدكتور أمل يعني تقود كتيبة من الباحثين الذين يقومون بكثير من الدراسات والبحوث لإعادة المنظومة القطنية لرونقها كما كانت من قبل. هستفيد أكثر في الحوار مع الدكتور أمل وهنتكلم إيه المجهودات اللي تبذل على أرض الواقع للنهوض بمحصول القطن مرة أخرى. دكتور أمل برحب بحضرتك تاني يا فندم. أهلا وسهلا. قبل ما نتكلم خلينا نتكلم، يمكن يوم 25/26/2 كان في مؤتمر عالمي للقطن، اديني أكتر تفاصيل عن هذا المؤتمر وإيه أهم النتائج والتوصيات اللي توصلتوا ليها في هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين. المؤتمر اللي احنا قمنا بيه يوم 25/26 الشهر ده كان مؤتمر إن احنا إزاي نعمل تشخيص لحالة القطن في مصر في جميع قطاعاته، زراعة وتجارة وصناعة. وابتدينا وجبنا دعينا ناس من كل القطاعات ان هم شاركوا معانا في المؤتمر على المستوى المحلي والمستوى الدولي. ففي كتير من الدول جت شاركت معانا زي تايلاند وجت السودان وكان في ايطاليا وكان في المانيا وكان في اليابان. كل الدول دي اول ما قلنا عايزين نعمل مؤتمر دولي للقطن المصري كتير من الدول يعني كانت رغبة انها تيجي تحضر معانا، ولكن في بعض الدول مش تيجي نتيجة لبعض الظروف اللي بتمر بيها البلاد حاليا، انما الدول في دول فعلا
قررت انها تيجي وجت معانا. المؤتمر كان زي ما قلت لحضرتك ان احنا نشخص الحاله الراهنه للقطن المصري، احنا فين وايه المطلوب مننا في الفتره القادمه، وازاي نرتب اوراقنا عشان نمشي خطوه خطوه لغايه ما القطن المصري ما يرجع تاني هو المحصول اللي الفلاح بيجوز منه ابنه والصناعه بتشتغل عليها وبيستوعب كميه كبيره جدا من الايدي العامله في مصر. فكانت من اهم التوصيات اللي احنا طلعنا بيها في المؤتمر ان احنا اولا لابد ان احنا كل القطاعات تعمل مع بعضها كتروس متشابكه، الزراعه مع التجاره مع الصناعه، مش كل قطاع لوحده. تمام. لو الفلاح انتج القطن من غير ما التجاره والصناعه تاخده منه مش هيعمل بيه حاجه. القطن هو المحصول الذي لا يؤكل الا بذرته وكسبه. نعم. الفلاح لو زرع قمح ممكن ياكله، ممكن يحوشه في بيته، اي محصول غذائي الفلاح هيزرعه هيقدر ان هو يستهلكه، انما القطن اذا لم يجد من يشتري منه فمش هيقدر ان هو يعمل بيه حاجه، يفضل مخزون عنده. تمام. واحنا كمعهد بحوث القطن فعلا زي ما انت قلت احنا كتيبه كبيره جدا من الباحثين والعمال والفنيين بنشتغل في صمت من اجل الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي الهام. تمام. في ظل كل الظروف. وانا بطمن كل الساده المشاهدين ان القطن المصري بخير، الاصول الوراثيه عندنا محافظين عليها والانتاجيه بتاعتها عاليه، بس احنا محتاجين ان احنا ننظم اوراقنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه. تمام. دكتور، يمكن المؤتمر اللي حضرتك اشرتي ليه كان حظيت على المشاركه فيه كثير من الدول من مختلف العالم. انا اعتقد طبعا ومقتنع ان الدول دي شاركت يعني لادراكهم قيمه القطن المصري اللي هو يتميز عن اي قطن في الدنيا كلها. انتوا شايفه انعكاس هذا المؤتمر والتوصيات اللي انتوا خرجتوا بيها واللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي على جوده القطن المصري في الفتره اللي جايه؟ لا، هي التوصيات اللي قلت لحضرتك توصيه واحده، ده احنا طلعنا بحوالي 14 توصيه من المؤتمر. واحنا المؤتمر عشان مش مهم نعمل مؤتمر، المهم ان احنا نعمل مؤتمر والتوصيات بتاعته نقدر ان احنا ننفذها خطوه خطوه. تمام. فاحنا قلنا شخصنا الحاجه وحطينا الاولويات وان شاء الله هنبتدي فيها واحده واحده. ان احنا الاول زي ما قلت لازم تتضافر جهود، عشان كده كل رجالات اللي شغالين في القطن قعدنا مع بعض وشفنا شخصنا الحاله وهنبتدي من ايه ونعمل ايه وايه المشكلات. هنبتدي الخطوه الجايه بقى ان احنا نبتدي خطوه خطوه، هننفذ ايه اول حاجه، ازاي المزارع ان احنا نخليه يرجع تاني يزرع القطن المصري، ازاي ان احنا في نداءات كتيره ظهرت من المؤتمر زي ان احنا لازم نعمل الزراعه التعاقديه، ان هي لازم الشركات سواء شركات التصدير او التصنيع المحلي هتيجي تتعاقد مع المزارع عشان يلاقي فرصه ان هو يسوق المنتج بتاعه. تمام. ازاي احنا التكنولوجيات المعهد، ازاي احنا نقدر نوفر له محصول يقدر يزرع محصول قمح كامل قبله ويقدر يزرع قطن بعد وياخد محصول منه كامل برضه، فاحنا نزود دخل المزارع. تمام. برضه من التوصيات في توصيات كثيره جدا، منها توصيات خاصه بالحجر الزراعي، خاصه بالتصدير، خاصه بالمعاملات الزراعيه، ازاي نوفر تكاليف الانتاج للمزارع، على تكاليف الانتاج بتغلى سنه ورا سنه. اكيد طبعا. فازاي احنا نديله حزمه التوصيات اللي يقدر ان هو ينفذها وفي نفس الوقت هيقدر يحصل على اقصى عائد بالاقل تكلفه. تمام. طيب دكتور امل، يعني بصفه حضرتك مدير لمعهد بحوث القطن، انت شايفه ايه هو الدور الامثل لمعهد بحوث القطن علميا واستراتيجيا لكي ينهض بمنظومه القطن مره اخرى والاهتمام به اهتمام اكبر من ذلك؟ هو العمل الاساسي لمعهد بحوث القطن هو استنباط الاصناف اللي هي بتكون مميزه في صفات الجوده وفي الانتاجيه. تمام. حضرتك عارف ان القطن المصري ده هو الهويه المصريه. اكيد طبعا. لان هو محصول يعتبر ذو طبيعه جغرافيه. لو البذه بتاعته اتاخدت زرع في اي مكان في العالم لن تجود الا في مصر. ربنا حبانا بظروف مناخيه وتربه سبحان الله، فاحنا لازم نحافظ، ده ذهب، ده كنز عندنا لازم نحافظ عليه. وانا من هنا بنادي كل القطاعات اللي بتشتغل في القطن. انا بقول لهم ان البلد الخام بتنتج خام، لا انا عايز القطن انتجه واغزله واصنعه واصدره ملابس جاهزه. في كل مرحله من المراحل دي بيتحط قيمه مضافه 20 ضعف. فتخيل انا بحلم، يعني انا كمدير معهد بحوث القطن بحلم في يوم من الايام ان يطلع من مصر ما يطلعش ولا جرام واحد شعر، يطلع كلها ملابس جاهزه تغزو العالم كله. وده هيبقى ليه مردود كبير جدا على المزارع وعلى الصانع وعلى العماله وعلى الدخل القومي. فياريت يبقى ده زي حمله قوميه نحط ايدنا في بعضينا ان احنا ننتج منتجات ايجيبشن كوتون كلها ملابس جاهزه سواء للسوق المحلي، لان انا عارفه هو في كتير من الناس بيقولوا احنا عايزين ملابس رخيصه للشعب المصري يستهلكها. الملابس الرخيصه للشعب بيستهلكها ولكن بتقعد معاه فتره صغيره لان الجوده بتاعتها قليله، يعني مثلا هيشتري حاجه رخيصه، في مثل بيقول الغالي رخيص.
بالعكس القطن المصري ده غالي ثمنه فيه والغالي رخيص طبعا. لانت هتجيب حاجه هتقعد معاك فتره وبالعكس مش هتعمل لك حساسيه هتستحمل معاك كل الاجهادات اللي بتعرف الشعب المصري الجو الحر اللي فيه القطن ده انسب شيء للجو بتاعنا تمام فانا عايزه كمان ان انا مش عايزه تصدير بس لا انا عايزه انا يعني احنا نحس بالشعب نحس بالمواطن اللي زيي انا لازم اوفر له احسن كساء واحسن غذاء وده سياسه وزاره الزراعه انها توفر احسن غذاء واحسن كساء للمواطن المصري سبحان الله يمكن رغم ان احنا عندنا افضل انواع القطن اللي بتميز بيه عن اي دوله في العالم اللي احنا مش بنتمتع بالموضوع ده يمكن بره الجميع بيحرص ان هو يلبس قطن مصري الملابس بتاعتهم كلهم حتى في امريكا في كل الدول الكبرى والعظمى بيحرصوا ان هم يكون الملابس بتاعتهم قطن مصري طيب بما ان احنا يا دكتور عندنا الاصناف والانواع اللي هي المتميزه انتوا شايفه موقف مصر من القطن العالمي ايه والله موقف مصر من القطن العالمي هو في شركات انا مش عايز اتدخل في شغل غير يعني هو شركات قطاع الاعمال العام والتصنيع المحلي ليها سياسه انا يعني مش عايزه اتدخل في سياستهم بس انا بديهم نداء ورجاء ان القطن المصري لو احنا بنيناه وانتجنا منه منتجات هم كلهم بيدعوا للقطن المستورد انه رخيص القطن المستورد ده مدعم في بلده صفات الجوده بتاعته قليله بيجي هنا بيبقى الشوايب بتاعته عاليه هم بيطالبونا كما حضرنا ان احنا نديهم قطن يناسب المغازل المحليه انا بقول لهم اوكي انا بوعدكم ان انا ممكن اديكم كده بس ايدكم في ايدي تعاقدوا معايا المزارع بتاع وجه ابلي اللي هو المحصول بتاعه او القطن بتاعه بينفع المصانع بتاعتكم تعالوا تعاقدوا معايا عشان يقدر يزرع له ما هو المزارع عمره ما هيزرع الا لما يلاقي حد يسوق منتجه فهو الشركات دي لو هي طالبه القطن المصري بتاع وجه ابلي انا بناديها ان هي تيجي تتعاقد مع مزارعين عشان يرجع تاني وجه ابلي ينتج الكميات اللي تكفيه وما نحتاجش ان احنا نجيب قطن عادي يعني صفات الجوده بتاعته رديئه من الخارج طيب لو اتكلمنا عن المنافسه الامريكيه للقطن المصري يمكن حضرتك تعرف ان في منافسه شرسه القطن البيمة طيب انت شايف الموضوع ده ازاي هي فعلا منافسه شرسه وانا برضو القطن المصري برضو زي ما حضرتك احنا لو تبنا اوراقنا هنرجع تاني في الصداره القطن البيمة بينافسني دلوقتي في حاجه اللي هي في النقاوه الملوثات اللي بتطلع من القطن المصري هي اللي بتخلي القطن المصري يرجع درجه عن القطن البيمة يعني ايه ملوثات المزارع كان زمان بيجني القطن لوزه لوزه يعني بيجنيه على جنيتين ويحطه في حجره ويبتدي ينضفه عشان كانت البيع على اساس الجوده دلوقتي البيع بيسموا بيع قطعي ان هو بيجي يحط اي حاجه في الشوال ويبيع الله اعلم ايه اللي جواه فده اكبر خطا المزارع بيعمله فانا دلوقتي برجع بنادي برضو وبناشد الاخوه المزارعين اهتموا بنقاوه القطن المصري عشان احنا سمعتنا في العالم تراجعت بسبب الشوايب بيلاقوا فيها قماش بيلاقوا فيها مخلفات مزارع بيلاقوا مخلفات بني ادمين ممكن يلاقوا فيها عمود اسمنت بيلاقوا فيها كل انواع الشوايب فده بيرجع بالقطن المصري الجوده كويسه ولكن غالي في الشوايب فده بيرجع في منافسته مع البيمة لو انا عايز احافظ على المكانه بتاعتي في مصر اهتم شويه بالنظافه بتاعه القطن دي حاجه بسيطه جدا المزارع هيحطها في شوال جوت بلاش يحطها في الاجوله البولي بروبيلين دي عشان هي دي اكبر كونتامينيشن ممكن ان هو يسجل على اي قطن ان هو وجود الالياف بتاعه البولي بروبيلين اللي هي بتاعه الشويله بتاعه الرز وال بدايه الحاجات دي لا المزارع يحط يجني قطنه في اشوال من الجوت او اشوال من ملاحظات بسيطه بس بسيطة لو اخذنا بالنا منها ممكن نتغاضى عن كل مشاكل بالظبط القطن هو محافظ على كل شيء فيه بس محتاجين ان احنا نرتب اوراقنا ونحط اولويات وان شاء الله القطن المصري يفضل بخير ودايما طيب ناخد البشمهندس محمود وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الفيوم بشمهندس السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذنا تحياتي لحضرتك يا فندم ازيك يا استاذ عاصم اخبارك ايه الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك يا فندم وصبح لنا على معالي الدكتوره امل صابر والله يعني انت من افراد الشاشه ودايما كده بتفاجئنا بحاجات حلوه كتيره يعني ميرسي يا فندم بشمهندس محمود اخبار القطن في محافظه الفيوم ايه والمساحه المزروعه عندك في المحافظه من القطن قول للدكتورة بنطمنها يعني الحمد لله احنا عدينا 1600 فدان زراعة حاليا وان شاء الله المساحة زي ما عودناها في الاجتماع الاخير في الحملة اللي هي بتاع القطن ان شاء الله هتزيد وهتعدي 20,000 فدان السنة دي في محافظة الفيوم ان شاء الله طب باشمهندس محمود مدى تعاونكم انتم كمحافظة مع معهد بحوث القطن معهد بحوث القطن امكانياته للزراعة كلها تحت امرهم والحملة القومية في بالنسبة لمحصول قطن في الفيوم والصعيد عندنا شغل بسم الله ما شاء الله عليهم يعني انتوا بتتعاونوا دايما مع معهد بحوث القطن يا باشمهندس؟ نعم يا فندم في تعاون ما بينكم دايما مع معهد بحوث القطن؟ دائما مع معهد بحوث القطن التعاون دائم وشبه تكامل يعني تمام
بتمنى لك التوفيق يا فندم للمحافظة يعني كلها. بشكرك جدا باشمهندس محمود وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم. يمكن دكتور منى كلنا نعلم ان اقبال الفلاح المصري على زراعة محصول القطن ما بقتش زي زمان. سبب احجام الفلاحين على زراعة القطن غير حضرتك الاسباب اللي ذكرتيها ان هو السلبيات في اثناء الزراعة دي اللي بتلجأ لكثير من المشاكل. ما بقولك اهم حاجة بتخلي المزارع ان هو ما يقبلش على زراعة القطن. الفلاح المصري بيعشق القطن المصري حتى لو كان تعبه بيحبه بيعشق بيزرعه. فهي المشكله ان هو يلاقي حد يشتري منه وان هو فدي انا عشان كده بقول لحضرتك احنا مش عايزه اثقل على على ايه على كاهل الدوله ان هي اقول لازم يشتروا المحصول لازم لا يبقى في نوع من الزراعه التعاقديه. الشركات تتعاقد مع مزارع هيلاقي من يسوقه ليه. كمان انا في نداء انا بقول للمزارع الخاص باقطان الاكسار معهد القطن بيبذل عشان يطلع صنف بياخد اكتر من 14 سنة عشان يطلع صنف وبيحافظ عليه. ففي حاجة عندنا اسمها قطن اقصار وقطن تجاري. قطن الاقصار هو اللي انا عايزة بذرته عشان تزرع السنة الجاية. القطن التجاري خلاص اوكي يعني ممكن يروح المعاصر مش محتاجة البذرة بتاعته. فانا بناشد كل مزارع بيزرع قطن اقصار ان هو يحافظ عليه لان ده اللي هيلاقي بذرته يزرعها السنة الجاية. تمام. في بعض التجار اما بييجوا ياخدوا بقى القطن بياخدوا القطن الظهر اللي هو بتاع الاكسار يبتدوا يخلطوه مع التجاري عشان فرق سعر عموله بسيط فهو هياخد ربح السنه دي السنه الجايه مش هيلاقي قطن يزرع فمش هيلاقي حاجه يشتغل عليه. فانا بنادي ان هو اقطان الاكسار المزارع والتاجر اللي بيشتغل فيها يحافظ على النقاوه الوراثيه بتاعتها عشان يلاقي الموسم اللي بعده بذره نقيه يقدر يلاقي بيها قطن يقدر هو يجيب له دخل كويس. طيب مع كل هذه الارشادات توقعات حضرتك للقطن المصري في هذا العام بيعا وانتاجا وايضا وتصديرا؟ والله انا متفائله انا امل دايما بحس بامل يعني التفاؤل جاي من اسم حضرتك يعني لا ان شاء الله القطن المصري بخير يا جماعه بس اقول لحضرتك يبقى كل واحد بس يعني المنظومه تركب مع بعضها. انا مش لازم اخد ربح 100% لو كل واحد شاف مصلحه البلد ان ده محصول قومي ان ده محصول استراتيجي المنظومه كلها تدفع للامام. وزي ما قلت لحضرتك لو احنا القطن في النهايه وصلنا بيه الملابس جاهزه انا ما اقولكش قد ايه العائد اللي هيرجع على الدخل القومي المصري. طيب دور الدوله ودور حضراتكم كمعهد بحوث القطن في تشجيع الفلاحين على زراعه محصول القطن لازم يكون في خطوات فعاليه لذلك. ما الخطوات احنا بنعمل مجهودات بصراحه بنشتغل يعني ازاي نقول ليل ونهار. انا معايا كتيبه كبيره من الباحثين وبرده معايا قطاعات كتيره من وزاره الزراعه تشتغل معايا قطاع الارشاد والاقتصاد كل القطاعات المعنيه والتقاوي كل القطاعات المعنيه بالقطن في مركز البحوث الزراعيه وفي وزاره الزراعه بنعمل كمجموعه عمل وككتيبه واحده بننزل المزارعين بنديهم حملات ارشاديه قبل الزراعه واثناء الزراعه واثناء الجني. حزمه التوصيات اللي بتخرج بيها الابحاث العلميه للمعهد لازم اوصلها للمزارع في صوره مبسطه عشان يقدر يدي احسن انتاجيه. في المزارعين اللي هم بيطبقوا حزمه التوصيات انتاجياتهم بتفوق بتحصى فيها طفره بيوصل 14 انطار و16 انطار مع ان المزارع اللي هم ما بيطبقش التوصيات ممكن يجيب 3 انطار 4 انطار. فدلوقتي احنا بنحاول جاهدين ان احنا نوصل حزمه التوصيات اللي بتخرج بيها البحوث العلميه معهد بحوث القطن لكل مزارع. عملنا حملات قوميه اشتركنا في حملات قوميه تبع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا مشكوره بتدعمنا دلوقتي في الحمله القوميه للنهوض بالقطن في الوجه الابلي. يعني بقول لحضرتك الوجه الابلي احجم عن زراعه القطن. يعني حضراتكم بتناشدوا المزارعين ان هم يلتزموا بالتوصيات اللي حضراتكم بتقترحوها عليها. طيب بالظبط عشان يحصل على احسن انتاجيه يعني عشان هو الفلوس اللي يدفعها الاقل يقدر ان هو يجيب له عائد كويس يبقى مرضي ليه. تمام. ناخد باشمهندس مصطفى عبد الفتاح وكيل وزاره الزراعه بمحافظه سوهاج. باشمهندس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك ولكل اهلي في محافظه سوهاج. تحياتي ليك ولقناه مصر الزراعيه وبدايه بنتهز فرصه يعني ان انا اهني معالي وزير الزراعه على تجديد الثقه في سعادته وندعو له بالتوفيق ان شاء الله. يا رب التوفيق للجميع. باشمهندس مصطفى ايه اخبار القطن في محافظه سوهاج ايه؟ والله احنا طبعا زي ما انت عارف سعادتك انه احنا يعني المديريه هنا بنعمل برنامج ندوات ارشاديه للتوعيه بعمليه اهميه القطن والزراعه المبكره في المواعيد وخاصة احنا في الوجه القبلي هنا يعني المفترض انه احنا نزرع لغاية 15 مارس. فطبعا عملنا ندوات ارشادية على مستوى المراكز وعلى مستوى القرى واحنا بنزرع صنف جيزة 90 وهو بيحقق انتاجية كويسة جدا
لكن صراحة احنا بتصادفنا مشاكل، ودي دايما بتبقى مشكلة المزارع، وهي عملية التسويق وتحديد الأسعار. يعني هل المشاكل دي هي الرئيسية في يعني أحد أسباب انخفاض زراعة القطن عندك في المحافظة يا فندم؟ طبعا، لأنه احنا يعني لا أخفيك سرا لأنه احنا في السنوات الماضية تركنا فريسة للتجار والشركات، يعني تنصلت تماما من قيام بدورها شركات في استلام الأقطان، وطبعا وبالتالي المزارع بيجي فريسة للتجار. ونظرا لارتفاع العمالة طبعا هو حاليا وارتفاع أسعار المحاصيل الأخرى بالمقارنة بالقطن، أصبح دلوقتي لا يجازف على زراعة القطن. احنا دلوقتي القطن احنا معانا محصول يعتبر محصول قومي، ونظرا لأهمية القطن المصري احنا حريصين انه احنا نزيد المساحة دهيت. لكن للأسف الشديد زي ما بقول لسعادتك موضوع التسويق معانا. المساحة المنزرعة في المحافظة تقريبا قد ايه السنة دي يا فندم من القطن؟ والله هو المستهدف سعادتك 3500 فدان. احنا لسه بدأنا تجهيز الارض، والزراعة تبدأ من الاسبوع اللي احنا فيه ده ان شاء الله بإذن الله تعالى. طب المساحة دي مقارنة بالمساحة اللي كانت قبل كده تقدير حضرتك ليها ايه؟ لا، المساحة العام الماضي انخفضت انخفاض شديد، وصلت 752 فدان. يعني شايف المساحة المزارعة هذا يعني العام من محصول قطن ممكن تنهض بيه مرة تانية؟ سعادتك المساحة بتتناقص، وده زي ما بقول لسعادتك نظرا لأسباب التسويق. وإن كان السنة اللي فاتت طبعا احنا بنراضي المساحة تزيد، نظرا لأنه الأسعار السنة اللي فاتت العام الماضي يعني كانت أسعار معقولة جدا. تمام. ووصل زنبار القطن إلى 1200 و1250 طبعا للمزارع. أتمنى لك التوفيق يا فندم. يعني احنا جايين بدور كمان مع جميع الحقلية لتسويق المحاصيل. احنا كل سنة سعاد بنسوق عن طريق جمعية المحاصيل الحقلية. صراحة ومن خلال برنامج سعادتك يعني وقناتكم الوقرة بشكر القائمين على الجمعية الحقلية، لأنها صراحة هي بتمد يد العون لكل المزارعين على أساس إنه برضو احنا نحافظ على مزارع القطن من استغلال التجار. بشكرك جدا الباشمهندس مصطفى عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج. أيضا معنا الأستاذ عصام. السلام عليكم أستاذ عصام. طيب فقدنا الاتصال، حاول تتصل بينا يا استاذ عصام. انا شايف دكتور امل لي كان ليك تعليق على مداخله باشمهندس مصطفى. خاصه بايه؟ حضرتك اثناء الحوار كنت بتعلقي على مدى التعاون ما بين محافظه سوهاج او المحافظات بصفه عامه على مع معهد بحوث القطن. زي قلت لحضرتك ان هو معهد بحوث القطن مهما عمل من توصيات لابد من قطاعات الوزاره في كل محافظات مصر. تمام. فهم دول بقى الجنود اللي هم ايه بيعتبر الجندي المجهول اللي هو بقى بيبقى على عاتقه ان هو ازاي ان هو يوصل المعلومه للمزارع في الغيط نفسه. تمام. وازاي ان هو يشجعه وازاي ان هو يقنعه ان هو يزرع قطن وازاي ان هو ينقل له حزمه التوصيات. فانا بصراحه بحيي كل الرجالات الموجودين في كل محافظات اللي واقفين ورا المعهد، لان انا المعهد لوحده مش قادر يشتغل. زي ما بقول لحضرتك ان القطن منظومتها كلها تروس. تمام. اذا تعشق كلها يعني العجله كلها ترفع للامام، والقطن المصري ان شاء الله هتلاقيه باحسن حال. طيب خلينا نتكلم عن اهم الابحاث اللي توصلتوا ليها لي يعني رفع منظومه القطن مره ثانيه والتوعيه وضخ الكثير من السلالات. والله بحوث كثيره جدا. طيب معلش قبل ما ناخد البحوث ناخد استاذ عصام بس عشان ما نطولش مع التليفون. استاذ عصام السلام عليكم. تحياتي لحضرتك يا فندم، اتفضل. تحياتي ليك وتحياتي للدكتوره. انا طالع من المنيا، يعني القطن كان محصول نظري يعني محصول كويس معانا من السكنات. فالوقت يعني فلاح يعني اكثر حاجه مثلا ما تخلينا مش بنزرع قط العماله. لو الدوله مثلا توفر لنا المكنه اللي هي ما تجني دي يبقى كل جمعيه مثلا زي ما معالي الوزير عطى كل جمعيه فراقه للشامي. لو في مثلا الاله دي اللي هي تجني يبقى كده هتساعدنا ان احنا نزرع ونستهلك مساحه القطن ترجع. يعني سبب من الاسباب الرئيسيه حكايه الجني دي. حضرتك بتزرع قطن يا استاذ عصام؟ لا انا مش مزرع، انا بطلت. ليه بطلت تزرع؟ عشان تكلفه التكلفه عاليه. نعم. هو فعلا التكلفه عاليه. يعني زي ما هو بيقول لك ان في مكنه الجني الالي دي برضو احنا كمعهد بنحاول ان احنا
نحس كل الاطراف ان هي ننتج مكنه صغيره تنفع المزارع الصغير وتنفع القطن المصري. دي هتوفر له عماله كتير جدا، لان يعني تكلفه الانتاج اكتر تكلفه في الانتاج هي عماله الجن، العامل اليوميه بتاعته 50 جنيه. فدي فعلا بتخليه ان هو يحجم عن الزراعه. فهو فعلا لو المكنه دي، انا برضو من خلال برنامج حضرتك بشكل كبير ممكن تحل، من خلال برنامج حضرتك انا برضو مناشد كل القطاعات في الدوله اللي هم يساعدونا في تصميم مكنه لتصلح لجاني القطن الالي المصري. في مكن موجود للقطن اللي هو مش مصري، القطن الامريكي او القطن الابلند، ولكنها ما بتصلحش قطن مصري. القطن المصري المورفولوجي بتاعه او تركيب النبات بتاعه مختلف عن القطن الامريكي. وكمان صفات الجو ده انا لازم احافظ عليها. هو بالفعل لسه ما فيش مكنه ممكن تجني القطن المصري، ولا تم اختراعها بس مش موجوده حاليا عندنا؟ هو احنا دلوقتي احنا بنحاول نطور او نحور القطن اللي ما ينفعش القطن المصري نخليها تنفع القطن المصري، بس ده بتاخد مجهود والفلاح هيبقى تكلفه تانية زياده عليه. يعني مثلا احنا عندنا نباتات بتاعتنا طويله متفرعه، النبات التاني بيكون قصير ومدمج، فمش معقول واحد طويل اقطع له رجليه مثلا عشان يخش من باب قصير، مش هينفع. فدي برضو مثلا لو الهيئة العربية للتصنيع، لو كلية فنية العسكرية، لو كليات الهندسة، لو ده كمحصول قومي استراتيجي، لو هم لو مشروع تخرج الطلبة او كحاجة قومية ان احنا ننتج مكنة تصلح لجني القطن المصري على مساحات صغيرة. تمام. وده مش صعب على العقلية المصرية، يعني مش هداخل وقت ان شاء الله في الموضوع بسيط بس لو اهتموا بيه شوية. طيب ناخد الدكتور انور عيسى مدير محطة البحوث الزراعية. دكتور انور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحت لحضرتك. اهلا بحضرتك. بنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو الذهب الابيض او القطن المصري. انت شايف الانتاجيه هذا العام او المساحه المزرعه من القطن المصري هذا العام ممكن تنهض او تعيد الثقه مره اخرى للفلاح والمزارع في زراعه القطن المصري؟ حضرتك انا ارحب بالاستاذه الدكتوره امل صابر مدير معهد فحص القطن. ان شاء الله نامل في الله سبحانه وتعالى ان مساحه القطن تزيد السنه دي، وان شاء الله متوقع انها تزيد بنسبه حوالي من 20 ل 25%. نعم. عشان نرجع عرش القطن مره ثانيه في جمهوريه مصر العربيه. الذهب الابيض كان الاول الفلاح بيجوز ابنه ويبني بيته، ويعني بنعتبر ان القطن هو الذهب الابيض او الهرم الرابع في جمهوريه مصر العربيه. نعم. محافظه بني سويف عندنا من المحافظات الواعده في الانتاج والمساحه واهتمام الفلاح، وبيستخدم نظم حديثه في الزراعه زي التحميل المحصولي والتكثيف المحصولي على القطن. تمام. فبنامل في معهد بحوث القطن ان هو الحاجه الوحيده اللي توسع في مساحه القطن في جمهوريه مصر العربيه يبقى في سعر استرشادي، ان الوزاره تنزل سعر استرشادي عشان الفلاح يتمكن من زراعه القطن، لان تكلفه القطن في الزراعه عاليه. تمام. فبنقبل في معهد بحوث القطن، اول معهد بحوث ليس له قصور في انتاج الاصناف، معهد بحوث القطن الرائد في انتاج اصناف القطن. حاليا احنا نازلين بصنف جديد في محافظه بني سويف اكثاره في مركز دبه من الاصناف طويله الطيله اللي هو وجه الابلي، عاليه في المحصول مبكره حوالي من 20 من حوالي من 3 ل 4 اسابيع عن الصنف القديم 180. تمام. بتمنى لكم التوفيق في المحافظه عندك في بني سويف. بشكرك جدا الدكتور انور عيسى مدير محطه البحوث الزراعيه. ايضا معنا المهندس احمد البنا من محافظه الاسكندريه. باشمهندس السلام عليكم. الو السلام عليكم. اي فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بنهني معالي سياده الوزير بتجديد الثقه له، وزي ما قال رئيس الوزراء ابراهيم محلب انه اختار الوزراء للكفاءه والخبره. نعم. معالي سيادة الوزير فرح انه هيزرع السنة دي 500,000 فدان قطن. تمام. احنا بنقول القطن المقنن المائي الفدان، وارجو ان الاستاذة الدكتورة توافقني على هذا. المقنن المائي للفدان 3180 متر مكعب مية لفدان القطن. المعادلة السمادية لانتاجية القطن الفدان 1500 رط، 90 كيلو نيتروجين، 31 كيلو فسفور، 81 كيلو بوتاسيوم، 12 كيلو مغنيسيوم، 10 كيلو كبريت، كل ده للفدان. تمام. اولا مراكز البحوث واصنافها، الاصناف معروفه في المحافظات، ان كان عندنا في البحيره واسكندريه اللي هو 86 اللي هو طويل التيله، او في افريقيا اللي هو الجيزه 45 بتاع المنوفيه اللي هو خيط البراشوت، مزروع في ارض الجيجر وحوش فهمي في
ولايه اعالي النيل في السودان. وصلت رساله حضرتك باشمهندس احمد، والدكتوره هترد على حضرتك حالا دلوقتي. والله يا باشمهندس احمد انا بحب اقول له يعني برضو المعدلات السمادية والري والحاجات دي كلها بتختلف المنطقة للتانية، يعني مش عايزة ياخدها قاعدة للقطب. كل احنا زي مصر يعني مترامية الأطراف، تمام، من شمال الدلتا لغاية جنوب الصعيد. كل أرض ليها طبيعة حسب خصوبتها وحسب الري الموجود فيها. فأتمنى أن كل مزارع في كل مكان يسمع للمرشد بتاعه، يتصل بمحب حوص القطب، ايه انسب المعاملات اللي اقدر اعملها للقطن في منطقتي، ايه انسب فترات الري، ايه انسب معاد ان انا اعمل فيه كل خطوه من الخطوات عشان احصل على اعلى انتاجيه. طيب. يعني في متابعه وفي تواصل مستمر على طول، وبتختلف. انا بقول لحضرتك هي بتختلف من منطقه للتانيه، عشان كده بقول للمزارعين ان هم يتصلوا بمحب حوص القطن. محب حوص القطن 24 ساعه ممكن يجاوب على الاسئله اللي تيجي من اي مزارع. يعني لو انا مش اقدر اوصل لكل مزارع في مكانه، ممكن نحط رقم ساخن في محب حوص القطن لاي سؤال، لان حضرتك تعرف طبيعه كل ارض. او كمان يتصلوا بينا واحنا نوصل الاسئله لحضرتك ان شاء الله. يا ريت يكون عن طريق البرنامج اي مزارع، يعني معلش عذرا ممكن المرشدين ما يقدروش يغطوا كل المناطق في كل الاماكن. اي واحد عنده سؤال يتصل بالبرنامج، والبرنامج ممكن يقول لنا واحنا هننزل له الباحث على طول في ساعتها يشوف مشكلته ايه، يديله التوصيه بتاعته، وفي النهايه القطن المصري يكون بخير باذن الله ان شاء الله يا فندم. يمكن كنت بسال حضرتك قبل المداخله عن اهم الابحاث اللي توصل ليها معهد بحوث القطن النهوض بمنظومه القطن في الفتره اللي جايه. زي ما قلت لحضرتك ان بحوث القطن كثيره جدا، لان احنا عندنا 10 اقسام بحثيه كلها بتعمل في خدمه محصول القطن المصري. تمام. عندنا قسم بحوث تربيه القطن، ودون بيطلع بحوث كلها خاصه باستنباط الاصناف اللي بتكون عاليه في الجوده، اللي تتميز عن القطن الموجود دلوقتي في السوق. يعني هو دلوقتي في قطن تجاري بكل صفات معينه، اللي قسم بحوث التربيه بيكون دوره ان هو ينتج صنف يكون احسن من الموجود دلوقتي كمان في السوق، علشان يبتدي المنافسه ويبتدي يحصل فيه تطوير في الانتاجيه وفي الجوده. برضو ان هو قسم بحوث التربيه، هقول لحضرتك الاقسام وكلها بتعمل مع بعضها. قسم بحوث التربيه بيشتغل مع اقسام التكنولوجي، اقسام التكنولوجي اللي هي خاصه باقسام الحليج والرطب والتيله والغزل والكيمياء، كل دي منظومه بتعمل مع بعضها مع اقسام المعاملات واقسام الفسيولوجي والتقييم الاقليمي. كل دول منظومه بتعمل عشان تنتج صنف يكون مميز عن الاصناف الموجوده حاليا، وفي نفس الوقت يفوق على الاصناف التجاريه. بالاضافه لانتاج اصناف بتكون مميزه في ايه؟ تكون مبكره في النضج، ما تقعدش فتره طويله في الارض عشان بتخش مستلزمات اكتر، عشان تقدر الفلاح يزرع اكتر من محصول في الارض فيجي له عائد اكتر. برضو ان يكون المحصول ده يكون مقاوم للحشرات والافات، عشان ما استخدمش مبيدات، وبالتالي يكون خدمه للبيئه ان انا ما استخدمش مبيدات لو قدرت ان انا استنبط اصناف مقاومه للحشرات والافات. برضو ان انا بنتج اصناف بتكون مقاومه للاجهادات البيئيه. انت عارف دلوقتي التغيرات المناخيه حصلت على مستوى العالم. فدلوقتي احنا برضو كبحوث بتطلع ان هي ازاي تواجه التغيرات المناخيه دي، وازاي تواجه تغيرات البيئه، فازاي نقاوم اجهادات الحراره والجفاف وقله الميه والعطش. احنا كده كده جفاف، يعني ندره المياه دي هي المشكله هتواجهنا في المستقبل. احنا كبحوث بنستعد لها من دلوقتي. جميل. برضو الملوحه، عندنا مناطق كتير مالحه. هل توصلتوا لشيء في هذا الشان ولا في اصناف جميل. يعني بتكون احتياجاتها المائيه قليله، وبنقدر نزرعها في المناطق اللي يكون فيها جفاف قليل. طيب. برضو بنطور الري الحقلي. الاصناف دي في الاسواق وموجوده ولا لسه ما لا يعني ما زي بقول لحضرتك لسه داخل ابحاث. انت لو شفت خريطه مصر هتلاقي كل منطقه ليها طبيعتها من حيث التربه ومن حيث الميه ومن حيث الحراره ومن حيث كل شيء. تمام. من حيث خصوبه التربه. فاحنا عندنا بنمسح كل المناطق الموجوده في مصر، وبنحط لكل صنف في كل منطقه الصنف اللي بيناسبها. نعم. وبنحط لها حزمه التوصيات اللي هي الزراعيه اللي بيتبعها الفلاح عشان ينتج على احسن انتاجيه. جميل. دلوقتي احنا في معهد بحوث القطن برضو بنحاول ان احنا نركز على تطوير الري الحقلي. يعني دي برضو مشكله هتقابلنا، الري بالغمر بيحصل فقد كميه كبيره من المياه. فاحنا برضو دي خطوه البحوث ماشي شغاله فيها، ان احنا ازاي نوفر كميه من الميه عن طريق استخدام الري المتطور اللي هو الري بالتنقيط او الري بالرش. ما بقول لحضرتك البحوث شامله كل شيء في القطن، يعني لو كلمت من هنا لشهر كمان مش هقدر اغطي كميه البحوث اللي بتغطي. طيب. معهد بحوث القطن في كل المجالات. عايز من حضرتك كده في الاخر يا فندم توجهي رساله بمناسبه بدء معاد زراعه القطن، رساله لكل اخواننا المزارعين ياخدوا بالهم من ايه وتنصحيهم بايه يا فندم عشان يقدروا يحصلوا على ناتج وفير من محصول القطن. طيب انا بنصح بقى اخواننا المزارعين، اصل المزارع ده هو ايه يعني، ما بقولك هو ابويا واخويا وجدي وعمي. القطن محصول بيضحك للي يعتني بيه وبيدي اللي بيديه. اول حاجه انت القطن مش انا، المزارع عنده خبرات انا مش هزايد عليها،
عنده خبرات كبيره جدا. انا بس هرتب له اوراقه وهقول له من فضلك ازرع القطن في الميعاد المناسب. نعم. عشان تحصل على نبات قوي ويديك محصول عالي. ما تحاولش تاخر في ميعاد زراعته. اخدم الارض جيدا، خدمه الارض اما يخدم الارض كويس قوي يبقى المحصول معاه طول الموسم هيبقى يديله محصول قوي وانتاجيه عاليه. نعم. ضيف الاسمده في الميعاد المناسب. شوف حزمه التوصيات اللي طالعه معها بحوث القطن اطلبها، في كتيبات احنا بنطلعها. اسال المرشد، اتصل بالبرنامج. نعم. شوف امتى تقدر تضيف كل نوع من انواع الاسمده للتربه عشان تحصل على اعلى انتاجيه. تمام. برضو بالنسبه لمقاومه الافات ما تتكسلش، لو لقيت افه لقيت اي افه اتصل على طول بالمكافحه، ابتدي قاوم الافات عشان المحصول بتاعك ما يتدمرش بعد ما يكون بذلت فيه فتره طويله. أكيد. اهتم جدا 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 بالري، الري اهم حاجه في محصول القطن. لو نظم الري هيقدر ان هو يحصل على نبات هيكون في توازن بين التركيب الخضري والحمل الثمري فيه عشان يقدر يحصل على كميه كويسه من المحصول فيها. برضو الجني، اما توصل لغايه الجني من فضلك اجني جني محسن. لو تقدر تجني على مرتين انا عارفه ده مشقه عليك وتكلفه عليك، بس ده هيجيب لك قطن احسن وتقدر تكسب اكتر فيه. تمام. عبي القطن في اجوله من الجوت، ما تعبيهاش في اجوله من البلاستيك او البوليبروبيلين. خيط برضو يعني فوهت الشوال اللي هو خيطه بجوت برضو، بلاش الالياف الصناعيه عشان ما يحصلش كونتامينيشن. انت انا بقول للمزارع تغيره على القطن المصري، ما تخليش القطن البيمه الامريكي يعني ايه يربح عليه عشان خاطر حبه حاجات بسيطه تقدر تعملها. اتمنى للمزارع موسم ناجح وان شاء الله تكون يعني كل الظروف المناخيه والمستلزمات والدوله، انا متفائله ان شاء الله ان احنا مصر في امل من سنه ورا سنه ويكون السنه دي احسن موسم للمزارع المصريه. دكتور امل كلنا متفائلين وعندنا امل، خلينا نتفائل اكثر من ذلك ان شاء الله. حزم التوصيات اللي اتعلنا دكتور امل لو تم يعني الاخذ في الاعتبار بها اعتقد ده هيغير المنظوره خاصه للقطن المصري. نتمنى يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه ناخد بالنا من كل هذه الملحوظات. بشكرك جدا في نهايه هذا اللقاء دكتوره امل صابر مدير معهد بحوث القطن. مشاهدينا لازم يكون في متابعه دوريه ما بين المزارع وما بين معهد بحوث القطن بقياده دكتور امل. كمان دكتور امل يعني سيده مشكوره قالت ان اي حد حابب ممكن يستفسر عن اي مشاكل او اي موضوع خاص بموضوع القطن ممكن يتصل بينا احنا ونتواصل مع الدكتور امل في معهد بحوث القطن، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. نتمنى يا رب في هذا العام يشهد محصول قطن الطفره هنا في المصريه ونرجع للمنافسه العالميه في هذا المحصول الاستراتيجي المهم وهو